أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي للسفير علي عبدي أوراي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.